الفدجة بعد إطاحته بجاره وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة عرفت اللجوء إلى الشوطين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله. مراد سيميا بكاميرا عبد الحق بايود يقربنا أكثر من سيناريو المواجهة. هكذا بدت الأجواء قبل ديربي البيضاء. جماهير غفيرة جاءت إلى مركب محمد الخامس والمناسبة نصف نهائي كأس العرش. الأمور لم تكن على ما يرام، ازدحام في مختلف الأبواب وأفراد حجزوا تذاكرهم ولا زالوا ينتظرون فرصة ولوج الملعب. احنا مقطعين ليبيي 120 درهم ما كاينش البلاصة، احنا كنتشردوا هنايا والسرقة والنهب وكل شيء هنايا. دخلنا عليك بلا تقول اجي شجعوا، اجي شجعوا الفرقه، اجي يعني ساهموا وبغيتي نجي نساهموا تنتكفصوا، واقفين السيربيس هنايا وتنتكفصوا حنا وليداتنا وعاطي فلوسنا، عاطي فلوسنا باش نشجعوا هاد الناس هادو. اجواء مشحونه اعتدناها في مثل هكذا مباريات، الديربي حارق واشياء مثيره قد تحملها مواجهه الرجاء والوداد البيضاويين. اما بالداخل فاحتفالية بطلها جمهور رجاء والوداد، وعلى أرضية الميدان تنافس وقتالية من أجل توقيع الهدف. شوط أول ظل محتشما وعقيما من حيث خلق فرص التسجيل. الجولة الثانية جاءت بسيناريو آخر، الوداد سجل حضورا قويا ووصل إلى مرمى خالد العسكري في أكثر من مناسبة، إلى أن جاءت الدقيقة 82 لتحمل بشرى إلى الوداديين، هدف فابريس نجيسي أونداما يشعل المدرجات. ودقائق قليلة بعد ذلك بشرى أخرى جاء بها هذه المرة محسن متولي بعد تسجيل لهدف التعادل من نقطة الجزاء، هذا في وقت اعتقد فيه الجميع أن الأمور حسمت للوداد. الفريقان احتكما إلى الشوطين الإضافيين، تفاضة واضحة للنسور وياسين الصالح يهز شباك نادر المياغري. لحظات قليلة قبل نهاية المواجهة، عبد الإله الحفيظي ينهي مسلسل الأهداف، هدف ثالث هز المدرجات وأوصل الرجاء البيضاوي إلى النهائي لمواجهة الجيش الملكي. الحمد لله كما شفتوا فريق الرجاء كان في مستوى، فالعزيمه ديال اللاعبين الحمد لله، ويعني حتى اللياقه البدنيه قالت الكلمه ديالها في اخر دقائق، فتفوقنا على فريق الوداد البيضاوي وكان دور جمهور الفريق الجمهور ديالنا. الحمد لله اللهم لك الحمد، لانه لشتم بدايه الشوط الثاني في الاخر ديالو الاشواط الاضافيه، فالحمد لله فريق الرجاء دار مجهودات كثيره وكان مركز في المباراه حتى لاخر دقيقه وفاز ونستاهلوا. لاعبين ديال الرجاء راه كما قلت ما كيهبطوش يديهم حتى لاخر نفس، الحمد لله على هذه النتيجه. نشكر الجمهور اللي كيساندنا لاخر رمق والاخر نفس، كنتوعدوا ان شاء الله على اننا غادي نحققوا ليه الالقاب وغادي نحققوا ليه داك الشيء اللي بغاه ان شاء الله. اكيد هو نهائي حارق سيجمع بين العملاقين، كلاسيكو الرباط سيشعل المدرجات لا شك ويعد بلقاء تاريخي سيمتع الجماهير المغربيه المتعطشه لهكذا مباريات. في مباراة النصف النهائي الثانية التحق فريق الجيش الملكي بالرجاء في المباراة النهائية لكأس العرش 2011-2012 إثر تغلب على فريق الجمعية السلوية بضربات ترجيحية 4-3، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لمثلهما. محمد بن ثابت وعثمان الودنوني بكاميرا صلاح البدري. موعد النصف النهائي بين جمعية سلا والجيش الملكي كان مثيرا على بساط مركب الأمير مولي عبد الله بالرباط. جمعية سلا متصدر القسم الثاني صمد أمام زعيم القسم الوطن الأول في مباراة مرت دقائقها صعبة على كلا الفريقين. الجيش الملكي حاول الوصول إلى مرمى السلويين في أكثر من مناسبة، لكن دفاع الجمعية حاضر. الأخير بحث عن فرصة لهز الشباك الفريق العسكري لكن دون جدوى. الندية كانت عنوان الشوط الأول الذي لم يأتي بجديد يذكر لكلا الفريقين،
وخلال الشوط الثاني بدأ الفريق العسكري أكثر حماسا لبلوغ شباك زعيم القسم الثاني، لكن الأخير قاوم الهجوم الصعب هنا العارضة تصد كرات الجيش. وبعد ذلك جمعية سلا تمكن بواسطة محمد حمدان في الدقيقة 75 من هز شباك الفريق العسكري. 4 دقائق بعد ذلك البديل هشام الفتيحي يكتم أنفاس السلويين بهدف التعادل. النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية الشوط الثاني، والفريقان معا انتقلا بعد ذلك إلى الشوطين الإضافيين. الجيش الملكي وبصعوبة انتزع التفوق بهدف اللاعب صلاح الدين عقال في الدقيقة 94، فيما ضيع بعد ذلك جمعية سلا ضربة جزاء ثمينة بقدم حمدي العشير. الفريق العسكري حافظ على تفوقه، لكن عبد الغني السمامي يعكر أجواء الفرحة على الفريق العسكري في الدقيقة 18 بعد 100، لينتقل الفريقان معا إلى ضربات الترجيح التي عبدت الطريق لفريق الجيش الملكي للقاء الرجاء في موعد نهائي كأس العرش. تنهني الفريق السلوي، قدم مباراة كبيرة معنا اليوم، صراحة لقينا صعوبات اليوم مع الملعب شوية الأرضية ما عرفناش مالها وبللا، ولكن الحمد لله فريق كبير ديما تيأكد في المناسبات الكبرى إن شاء الله. هذا هو تأهلنا والحمد لله، هذا هو الأهم، تأهلنا مع فريق الرجاء. يمكن وصلت لنا أخبار، كنت نظن أن يعني اللاعبين قاموا بمقابلة كاملة، يعني دفعوا الحظوظ ديالهم، كانت ندية، كانت قتالية، كانت تكتيكية، كان كل شيء في هذه المقابلة، كانت إثارة، ويعني ما يمكننا غير نصفقوا بحرارة على اللاعبين اللي قاموا بهذا المجهود كامل، يعني كانوا ند للفريق العسكري بالألقاب ديالو بالتاريخ ديالو، يعني بالرصيد ديالو الهائل، وأنهم كملوا المقابلة بتعادل 2-2. الجيش الملكي إذن سيكون في مهمة صعبة خلال لقاء الرجاء. الفريق العسكري يضع النهائي نصب عينيه للظفر باللقب 12 في تاريخه، فيما الأخضر سيسعى لنيل اللقب 7 وتحقيق فرحة بالفضية غابت منذ عام 2005. وليكم في ميلي مشاهدينا نتيجتي مباراتي نصف نهائي كأس العرش لكرة القدم لموسم 2011-2012 إضافة إلى برنامج المباراة النهائية.